مصر مش أغنى بلد في الدنيا بالفلوس، ده أكيد، بس مصر أغنى بلد في الدنيا بحاجتين: عقولها، عقول ولادها يعني، وده هنا بقى إيه، المنتج العقلي والفكري والذهني، مفيش زينا، ده بجد، وده باعتراف الدنيا أكبر بلد تنتج عقول وباحثين وعلماء. الحاجة التانية إيه؟ حضارتها وتراثها وإرثها العظيم، مفيش حد زينا على الإطلاق. طيب، بالعودة مرة تانية للعقول المصرية، العقول المصرية والباحثين المصريين والمراكز البحثية والعلمية المصرية هي الأكبر والأهم والأقوى والأقدر في قارتنا العظيمة وفي محيطنا العربي والشرق الأوسط الجميل. هتلاقي إنه مصر بتستعد دلوقتي لتشغيل أول تلسكوب لرصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي والأجسام القريبة من الأرض بتقنية الليزر وتقنية الرصد البصري بمدى ارتفاع 40,000 كيلو متر. طيب، ايه التلسكوب ده يعني يا يوسف؟ ده اكبر حاجة موجودة عندنا في مصر؟ لا يا فندم، ده الاول من نوعه في افريقيا والشرق الاوسط. انا دايما اقول الاهم من التلسكوب العقول اللي بتدور التلسكوب، الباحثين والعلماء المصريين اللي هيقعدوا يشتغلوا على هذا الرصد ويحللوا هذه الصور ويقعدوا يشتغلوا عليها وما إلى ذلك. خلوني هنا أخذ معايا على التليفون دكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. أهلا بك دكتور وألف مبروك علينا. ربنا يخليك، مساء الخير على حضرتك وكل المشاهدين. احنا دوما زي ما حضرتك بتقول بنحاول نأكد على كفاءة وقدرات العلماء المصريين ان احنا نعمل حاجه، ان ما كانش لوحدنا يبقى بالتعاون مع شركائنا الدوليين اللي بيحبوا ايضا ان هم يساهموا معانا في تنميه المنطقه. احنا التلسكوب ده عاملينه بشراكه مع الصين مش كده؟ بالفعل. بس خليني قبل ما اقول لحضرتك على تفاصيل التلسكوب ده، احنا بدانا من سنه 1957 رصد الاجسام الفضائيه مع اطلاق اول مركبه فضائيه للاتحاد السوفيتي، وكان عليها اشهر رائد فضاء يوري جاجارين، وكان رصد بصري. طورنا امكانياتنا لحد سنه 1981 كان عندنا اول محطه تدار بالاوتوماتيك بالليزر لرصد الاقمار الصناعيه، وما زالت تعمل. اللي حصل في الوقت الحالي وطفره تطور التكنولوجي وبرامج الفضاء اللي بنتابعها وحوادث الفضاء اللي كان على راسها اشهر الحوادث للصاروخ الفضائي الصيني اللي اتكررت خلال العامين الماضيين، بالرغم ان احنا أنشأنا ودشنا أول محطة لرصد الحطام الفضائي الرصد البصري داخل مرصد القطامية الفلكي، بدأت تشتغل من ديسمبر 2020، لكن كان لزاما يعني لمراقبة تلك الأخطار والتحديات ومراقبة السماء المصرية من أي عرضة لأي أخطار من هذا القبيل إن احنا نستمد بشراكتنا مع الجانب الصيني وننشئ هذا التلسكوب اللي هيكون تاني واحد على مستوى العالم من حيث قطر التلسكوب نفسه. أول واحد الصينيين عاملينه عندهم في أحد المراصد التابعة للمراصد الوطنية الصينية، تحديدا في شانغ شونغ، ورقم اثنين هيكون عندنا، وهيبقوا التلسكوب مشترك رصد بصري اللي هو أوبتيكال ورصد بأشعة الليزر، وده أيضا هيضيف للمنظومة الرصد اللي المعهد بيديرها مش بس في الأقمار الصناعية ولا الفلك، وحضرتك متابع معانا رصد النشاط الزلزالي طبعاً. بحيث ايضا نساهم في المراقبه للاراضي الوطنيه اذا كان على الارض او في الفضاء، عمليه الامن القومي والتحديات اللي بتواجهنا، فمهم جدا نكون مستعدين بكل التكنولوجيات اللي نمتلكها والتي لا نمتلكها من خلال التعاون مع شركائنا الدوليين. طيب، ده كلام مهم جدا، يخليني اسال سؤال المواطن العادي، يعني ده يحمينا من ايه يا دكتور جاد؟ لو حضرتك تتذكر ساعة الحادثة بتاعت الصاروخ الصيني وبرامج كتيرة وأخبار كتيرة، والناس كانت تطلع ده الصاروخ ده هينزل في مصر، ده هينزل في التجمع، ده هينزل في المعادي، واحنا دايما بياناتنا الإعلامية اللي فيها صبغة علمية بنقول يا إخوانا الصاروخ ده ماشي بسرعة كذا وارتفاعات كذا ومفيش أخطار على الأراضي المصرية، وكنا من أوائل المعاهد على مستوى العالم بنحدد
الاماكن المقترح او المتوقع ان يهبط فيها، وهبطوا الصاروخين الحديثين الشهيرتين للصواريخ الصينيه الاثنين في المحيط الهندي في اماكن مختلفه. لكن زي ما حضرتك قلت، المواطن العادي يستفيد من القصه دي، والاستثمارات فيها ايه؟ ان انا بامن له حياته، بامن الاراضي المصريه. لو في خطر لا قدر الله، بنقول يا اخواننا خلي بالكم في خطر محتمل من كذا، يبقى في استعداد، يبقى في حمايه للمواطنين وارواحهم واستثماراتهم. هنرجع تاني لموضوع الزلازل، وشايفين يعني كم الخسائر والضحايا في الاراضي التركيه والسوريه. احنا مش بخوف الناس، لكن لازم نكون مستعدين نستثمر كل امكانياتنا في هذه التخصصات للحفاظ على الارواح والممتلكات للمصريين. عظيم. وده العائد الرئيسي اللي بيعود للمواطن العادي. طبعا في عوائد تانية كتيرة للجهات البحثية والتنفيذية، لكن ما يخص المواطن ان انا بأمن له حياته وبوضح له الاخطار المحتملة ممكن تبقى فين وتتعامل معها ازاي. طيب، ده كلام مهم جدا. اذا متى يبدأ العمل بقى بهذا التلسكوب يا فندم؟ احنا بالفعل زي ما سيادتك عرضت بعض الصور من الموقع، اجزاء بالفعل تم توريدها. المبنى زي ما كنا شايفينه في الصورة انتهى بالفعل، واستلمناه من الشركة المنفذة واتفرش. هنبدأ في خلال الأسبوع الجاي تركيب الأجزاء من محطة الرصد. أتوقع أنه يعني في بداية العام المالي الجديد شهر 7 أو شهر 8 تكون التلسكوبات ركبت، ونبدأ التشغيل الفعلي والأرصاد إن شاء الله. ده شيء رائع جدا، ألف مبروك مرة تانية. وتاني، لا قيمة لأي معدة دون وجود عقول قادرة على استخدامها وتحاليل صورها وبياناتها وما إلى ذلك. أشكرك جدا جدا يا دكتور، كل الشكر لدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.